دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في يوم جديد، برنامج جديد سهل وخفيف وسريع. اليوم درنا كوكيز كيتو، كوكيز ديال اللوز، حليوه باللوز وحبيبات ديال الشوكولا. درنا بيض مسلوق، درنا ارز بسمتي، خضر مشكله على شكل ووك، صدر دجاج في الفرن، وميرلوسات فيليت ديال الميرلوسات هما في الفرن، ودرت خبيز كيتوني للاسبوع. ها هو على شكل همبورغاسيتاس، كنحلو كندير فيه اللي بغيت، كفيته كندير فيه لي ساندويتش ديال اللي بغيت. ها هي هذا الرز بسمتي باش نعاونوا مع الخضر. هذه واحد الخضر اسياتيك، راه وريتها لكم، كتجي هكا مشكله، كنديرها بصوص صوجا، كتجي زوين، وشويه ديال الحار كتجي شهوه منها. وهادو لي فيلي ديال الميرلوسه درتهم حتى هما في الفران، راه شرمتهم ساهلين دغيا دغيا. وصدر الدجاج كيعجبنا حتى هو، كنديرو في الفران، كتحمق عليه بنتي. البيض يكون واجد في الثلاجه. وهادو هما الكوكيز اللي وجدت معكم، راه كيجيو زوينين البنات، صحيين ومزيانين للدراري الصغار، بنتي كتبغيها ديهم للمدرسه وكل شيء. وهو هذا. ودابا ساليت من هادشي، غادي نمشي نتهلا شويه في ديداتي، راه سمحت فيهم، وغدا عندنا الخدمه، غادي نبدا نتهلا فيهم. وكما العاده البنات، دائما كنوجد المسائل على تساع. جبت الفرماج نقطعو طريفات صغار، مربعات صغار، كنستعملوهم في الكوتي، وكنستعملوهم كنديهم معايا للخدمه مع لي فرويسك، كناكلوهم كاملين. ونخبعهم في لي زي بلوك، يعني هادو دي بتي ديتاي اللي كان كيعجبني نديرهم على تسيع الوقت، ما نبقاش مدروكه مزروبه. وانتم كما كتشوفوا غادي ندير واحد الحلوه ديال الكوكيز ديال اللوز. عندي هنا، انا كنشري هذا رخيص ديال ليدي، 200 غرام كيدير 2.29، 2.29 أورو. غادي نطحن اللوز في الترموميكس، كيتطحن لي دغيا دغيا. غادي نديرو شويه ديال الخماره، غادي ندير واحد الكاب ديال الكوك غيي. غادي ندير عواد الزبده، غادي ندير زيت الكوك. هذا كوكيز كيتوني، ولكن كياكلوه معايا بنتي، كتاكلو معايا بنتي والزوج ديالي. غندير فيه زيت الكوك، وغادي ندير فيه بيبيتاس، هادو بيبيتاس بيو، ها نتوما بيو ديال الشوكولا، شوكولا نوار، ما فيه لا سكر ولا والو. صراحه غاليه المسائل ديال بدون سكر، غالي. وغادي ندير فيه ستيفيا، هادي ستيفيا سي ان ميلونج ديال اريتريتول زائد ستيفيول، ما فيهش ديك مالتروسا ديكستروسا ساكارينا و جو سي با كوا، كاع دوك لي ميلونج اللي كيديرو راه خايبين. هذا غير ميلونج ديال ستيفيول او اريتريتول. اريتريتول راه ما فيهش غازو كالوري، ها نتوما اللي كتشوفوا هنايا. خص دائما الواحد يقرا المكونات، واخا كيكتبوا هنا ستيفيا، راه ماشي ستيفيا صحيحه. وصافي هو هذا، ندير واحد كوكيز لهاد السيمانه البنات. نسيت اهم حاجه هو البيض، غادي ندير 3 بيضات حتى ندير 400 غرام ديال بنتي. ها هي حتى هي كتعاون. وهنايا طحنت اللوز، طحنت ديك 400 غرام في الميسيو كويزين، راه درتها. وهنايا غادي ندير البيض، شتو انا طحنتو، انا المقادير غادي نديرهم كاملين في مره، ما كان ماشي يعني نضرب البيض، يعني واحد الطريقه سهله مهله، ما كنشقيش راسي. درت اللوز فوق اللوز، درت السكر، الخماره ها هي ديك ستيفيا، درت واحد الكاب، هذيك راه ديال 60 مللي اولا 60 غرام، بها كنعبر، ما كملتهاش كامله. زيد الكوك، زيد الكوك عفوا، حتى هي واحد 60 مللي، سخنتها شويه، هايك عبرتها درتها عوض. الا بغيتو ديروا الزبده ديروا الزبده، راه بعض المرات كنديرها حتى انا بالزبده.
صافي، ها هما دوك بيبيتاس ديال الشوكولاتة. غادي هذا شوكولات بدون سكر شرحته لكم، غادي ندير حتى هو قياس باش يجي باين في الحلوة. هانتوما نص ديال الكاب صافي. هنايا كنخبع كلشي المسائل ديال الريجيم ديالي ديال الكيتو، كنديرو هنايا باش ما يتخلط لياش معاه. نعرف بان راه في ديك البلاصه كلشي منظم عندي في ديك الشبيكه. صافي هنايا غادي نجبد الخليط، وغادي نديرو على شكل كويرات في الصوينيه، ونديرو في الفران. في الفران غادي نديرو من الفوق ومن التحت على درجه حراره 160 170. صافي انا كنخليه يتحمر بزاف، ما كيعجبنيش يبقى بيض. زيدون هذا اللوز بالقشره ديالو، يعني غادي يجي انتجرال، فيه الفيبره ديالو الفايبر. صافي نديرو في الفران. هنا كنت كنشرح لكم. ها هو انا راه كنخليه يتحمر مزيان، كيعجبني مقرمل. شو كيجي زوين. صافي هنايا انتقلت للخضيره اللي غادي اللي وريتكم قبل في الووك. هذه خضيره اسياتيك، فيها كاع لي ميلونج ديال الخضار، فيها الصوجا، فيها البويرو، فيها بزاف سباراغوس، فيها بزاف. دونك هنا بنتي كتعاوني كما العاده، راه تعلمت حتى هي تقرض. زويته بلديه، شويه ديال الثومه. هنا قطعت واحد البصيله، بصيله غير قليله، لان بغينا ناكلو الخضيره اللي كتجي في ديك البولصه. صافي غادي نشحرهم شويه، وندير الميلونج ديال ديك الشكاره، وكنديروه بصلصه صوجا. العطريه ديالي كما العاده مليحه، الابزار، شويه ديال الكاري، شويه ديال الزنجبيل، وبعض المرات كندير شويه ديال السودانيه، حيت هاد الخضار كتجي زوينه معاها شويه ديال الفلفله حاره ولا سودانيه اللي عندكم. صافي هنا الربيع كنت كنعدلو كنخبعو. الدجاج كنت وجدته الليله قبل باش يترقد في الشرموله ديالو، درته في الحامض مصير والحامض، شويه د الثومه والقزبر، والعطريه ديالو ديال دائما ديال الدجاج. وهنايا دوك الميرلوسات، الفيليت ديال الميرلوسات حتى هما درتهم شويه د الحامض المليحه وشويه د الثومه وقزبر ومعدنوس. صافي هنا كندير شويه د الرز بسمتي. دائما الرز بسمتي ما تكترولوش الماء، لان دغيا كيوجد. مثلا في كاس ديال الماء كديرو في كاس ديال عفوا في كاس ديال الرز كديرو كاس ديال الماء ونص، لان دغيا كيوجد باش ناكومبانيوه مع ديك الخضيره، كيجي غزال احسن من الخبز. وصافي انا كندير هنايا صلصه صوجا، هي اللي كتعطي هذاك المذاق روعه للخضار. وهنا درت شويه ديال السودانيه. صافي غادي نخليها تشرب ديك المريقه ونطفي عليها، راه دغيا كتوجد. هنايا كما العاده البيض كيعجبني يكون عندي واجد في الدار. هاد البيض راه هذيك الماكينه كتهز لي 7 البيضات، راه ما كيدوزوش حتى 3 ايام، حيت كناكلهم انا في الفطور وكنعطيهم لبنتي في العشاء مع البوري. صافي 5 دقائق كيوجدوا ليا، كنحيدهم نقشرهم نخبعهم. هذا خبز كيطوني، راه الاخت ديالي دارته في القناه في واحد الفيديو. وهناك اللوز كنحمرو شويه مع مليحه في الفران. بغيت نشارك معكم هاد الشبيكه اللي شريت من لوغوا ميغلان ليروي، زوينه رائعه، لان انا بعض المرات كنجبد الصينيات من الفران وما كنلقاش فين نحطهم، ما كنبغيش نحرق المسائل. دونك زوينه، نغسلو فيها الماعين، نقطرو فيها. هنايا شو كنت كنسجل بواحد اليد وطاحت ليا. غزاله يا البنات غزاله، زعما الصراحه مهمه في الكوزينه. شتي كنحطو مثلا، تحطي الكاس، تحطي القرعه، الخضيره، الشبيكه فاش تكوني كتقطري الخضره، في كلشي. وهو هذا البنات، نخليكم غادي غادي نصاوب فراتيرة شحال هادي. ها هما الماتيريال، الماتيريال ديالي ساهل. غادي ندير هاد الصبيغة، هادي زويون هاد اللوين،
غادي نديرو صافي، غادي نقد فيراتي نقلبهم شويه نعدلهم باش غدا نمشيو للعمل ما يمشيوش هانتوما نشوف كلهم مهرسين مقردين مفلحين. وهو هذا البنات، هلاو لي فراسكم، شكرا بزاف 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 على الانخراط ديالكم، التشجيعات ديالكم، الكومنتير ديالكم، وكنرحبوا بكم وكنشكركم جزيل الشكر. انا والاخت ديالي في طاوله الطبخ مع لطيف وسعيده، مع السلامه.